القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيث مثلا سلام ربي في اللون وقيد درس ويس 397 من دروس التفسير، مازال أكذ سورة العنكبوت أساقي ميرد ربي أدنفسر سلايا 19 ألمذلايا 23 ذي لاني ثانقارو ثي دنفسر ذي الدور ثني عدان لايا 18 عند دين ربي سبحانه، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نفقند باللي ربي سبحانه يشقعد إم شقعان ومقارن سقفايليث إم والهن تالسا هداة البشرية يبلغون الرسول هذه السيوض الرسالة ذايا ذايك ساعة هذه السيوض الرسالة أكنس ديفك ربي الرسول مبلغ عن الله، ذلك ربنا عز وجل أكد على هذا المعنى في قوله وما على الرسول إلا البلاغ. في آية أخرى ربنا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. آية 19 ربنا يقول أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. الخالق ربنا عز وجل هو الخالق جل جلاله، لم يدعي أحد في الدنيا من بدء الخليقة هذه المهمة الخلق، الله هو الخالق لو كرياتور يوني قلان ربي سبحانه يدي خلق الدنيا ثمرة يدي خلق ثخلق ثمرة أين نسن أين نسين. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فقي سورة ياسين الآية 36 الآية التي توافقها الآية 49 من سورة الذاريات أيضا نفس المعنى، ومن كل شيء خلقنا زوجين. علاش ربي قال في سورة ياسين ومما لا يعلمون؟ ليبقى الإعجاز القرآني قائما إلى أبد الآبدين. ربي سبحانه سيدي خلقنا وكثر خلقيف أما ذي البشر نكوني أما ذي الحيوان أما يكو الدنيث أكو أما ذي الذيور أما يكو إلا ذي الدنيث في هذا الكون ضربه ذي خلقا، ولكن الحياة محدودة مؤقتة، كل الكائنات يأتيها أجلها ولكل أجل كتاب. أنا مثياكو أما ذي الذيور أما ذي مذانان ماشي ذي الموثيق نقارن قارن السباكان الموثي والسبا ماشي ذي وث، ولكن إلا البعث والنشور نكوني أنمث. أولم يروا كيف، يعني خطاب موجه لك الكفار، كيف يبدئ الله الخلق وموجه لنا جميعا في الحقيقة لأخذ العبرة باش أنظر بذ ربي ذي الخالق جل جلاله ثم يعيده عند البعث. وهنا الخطاب موجه للذين كفروا بالبعث، الذين يؤمنون بالبعث ليسوا معنيين بهذه الجزئية،
يعني إمذانا المؤمنين حصان زرا باللي ذا ربي ذي الخالق يخلق هذه الدنيا ثانمث، ولكن أدياس أنو غلقوا ربي سبحانه وتعالى مغدينا في سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الإيمان بالبعث هذا من مقتضيات الإيمان بالله أن نؤمن بالبعث، أن نؤمن بكل ما أمرنا به الله عز وجل أن نؤمن به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل إلى آخره. نؤمن بكل ما أنبأنا به الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم. أين كيغدينا ربي ذنفي أنا منيس تسيد سكي قل لا ثلالموث ثلاث ذرث ثلالموث الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بعد الموت الموت ليست نهاية بل هي بداية لرحلة الخلود. الموت ماشي لافان خاطي ماشي تساكيرا، إنما مدس الموت ذي نارث في ذو ثوذرث، ولكن ثوذرث غزيفن ثوذرث أجين تسيدير والزيلف ولا ما غزيفت والزيلف، ولكن ثوذرث غزيفن سيناري بذون من بعد الموت لا في إترنال الحياة الأبدية أخام القرار. لكن قرني مزورة نسعى سنة تذرين ثدرت أجين تسيدير ثدرت النظام سنة الآخر ثم يعيده ورب سبحانه يزمر يوم البعث يعيد إلينا أرواحنا وأجسامنا بلا قادرين على أن نسوي بنانا. يعني لي زومبرانت دوغالنت لي زومبرانت بصمة دوغالنت ماشي كان ذي الخلق. يرنا إذا كان الله قادر على ذلك بلا قادرين على أن نسوي بنانا. أمر البعث من الله والله قادر. لذلك ربي ختمها هذه الآية بقوله إن ذلك على الله يسير. هذا الخالق جل جلاله الخالق ابتداء هو قادر على أن يخلق إعادة ماشي لأني وعنا في ربي سبحانه عز وجل. سمحتي ولله المثل الأعلى لو كان ذا من ويزي النجار ممكن يكون عنده صعوبة في البداية باش يصنع مثلا مكتب كيما هذا، ولكن كيف تصنعه خلاص باش يعودوا ساهل. البناء أما صوت ما يفاثي يفنى يسند يفنو زين ولا ما يهدي زمر يعود يفنو على مستوى الإنسان أمذان أين يزمر يزمراس، ولكن قدرة الله مطلقة قدرة الله مطلقة بلا حدود وسار ثلاث. خط ربي ند في سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن يسهل غفر ربي سبحانه باش يعوذ أغدير الأرواح وأغدير الأجسام النغ يوم البعث. والإيمان بالآخرة أمر مهم لأنه لا يعطل الدنيا بل يهذب الدنيا. الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. النبي صلى الله عليه وسلم شحال حديث عند ديني من حديث مثلا حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يربط بيناتهم واليوم ننصر بس الآخر معنى يزرى للحساب إلا البعث إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني شحال حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم يشدير الإيمان صربي وكل الآخر هذا إن ذلك على الله يسير كل شيء سلف ربي سبحانه. قل سيروا في الأرض
فانظروا كيف بدأ الخلق. النظر ثمغلي رب ديقار الحوث سعوث سواليث للدنيث أتسوحد ربي سبحانه سوارث الخلق أماكن دي خلق ربي الخلق سبحان الله أمك دي خلق ربي الحشيش تجرى النعمة تزرعوا في الله حتى يرزم بعد دمغي سب قدرة ربي الضيور البحور إذورار إثران أقور إطيج أعجب ربي دي قال قل سيروا في الأرض أي غير باش الإنسان يأخذ العبرة خاطر ما يقار يقار دي الدونيث يتسوالي قوان دي خلق ربي سبحانه أذي السين ربي وثي حمل وذي منيس. بالمناسبة ثقي سورة العنكبوت الآية 20 ينادى ربي ذي الآية 137 في سورة العمران قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثقي سبحان الله شوف القرآن يشرح بعضه بعضا عبادة التدبر والنظر كلمة التعقل والتدبر والنظر والتفكر وردت في القرآن في أكثر من ألف مرة أكثر من ألف مرة باش نعطيه قيمة للعقل للنظر عبادة من العبادات وليث خممث حزفث حبرث يكل مراجي العبد ما يخدمك أذي السين ربي سبحانه أكثر تعقل أفلا تعقلون وردت في العديد من الآيات في سورة البقرة الآية 44 في سورة العمر الآية 65 في سورة الأنعام الآية 38 في سورة يوسف الآية 109 سورة المؤمن الآية 80 لعلكم تعقلون سورة البقرة 242 أفلا تعقلون ذاك لعلكم تعقلون التفكر عجيب في سورة الأنعام الآية 50 في سورة سورة العمران الآية 190 وما بعدها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أكثر من ألف موضع وردت وظائف العقل من تدبر والنظر والتفكر والتعقل وذا له معنى عميق. لذلك ربي يشهدنا فانظروا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير بمعنى تأكيد لما ورد في الآية السابقة حينما قال إن ذلك على الله يسير. ربي سبحانه غدي خلقا يفكر ترويح الأرواح أذن مث أم بعد أشحال من يوم البعث مازال ربي سبحانه أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره جاء بحرف العطف ثم الذي يفيد الترتيب مع التراخي لا ندري من المير للبعث ولكن يلا نؤمن بذلك إيمانا جازما نؤمن الإيمان جهدا يصحان الدين باللي لا يوم البعث يوكد نغال رب ذا غيحاسبك المال الله ربي سبحانه مدينا أولاقي ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أدعي وذا غدي خلق من جديد أغدي الله روحنا إن الله على كل شيء قدير. مرة أخرى ربنا يبرز قدرته المطلقة التي لا تحدها حدود أي نفغار بذي ضرو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. ربي سبحانه عز وجل يعذب أولئك الذين أنكروا القرآن طبعا نتيجة طبيعية ما إلا ينكر القرآن شي خير ما كانش منه القرآن ما كانش منه أريو من نارس القرآن أريو من سربي أريو من سنفي أريو من سلانبية ولو لا شيء
ماذا ينتظر؟ وربي سبحانه يوفك يزد العقل أو قبل حين ها الآية التي قبلها ربي هضرت في العقل ربي في كذا عقل. لماذا يرفع القلم عن المجنون؟ أولا ذا مهبول ذا يسلف ربي يتحسب على العقل مناط التكليف. ولكن ربي في كيغد العقل ذي المعقول في كيغد دلا في كيغد دلن في كيغد لا ذي سوالي سوالني سوالي خمم سوالي غيس أذي سن ربي بيقين أي غدينا ربي ذي سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صافي وين توالين تنادين أذ يوض قرن استقبالي وينو ذان يوفى وينو ذان يوفى إما إذا تنادي يا ريش قرن ما نستعرف بوالو. للأسف هذا أمر يحزننا ولكن هو كلام ربنا. طبعا لا يؤمن بالقرآن ولا بالبعث ولا بالنشور ولا بالحساب ولا شيء. يقول لك نعيش الدنيا هذه وتربح والسلام، لا، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يرحم الله عز وجل المؤمنين الصادقين مسلمين الذين آمنوا وصدقوا ورحبوا بالنبيين والمرسلين. فآمنوا وصدقوا وقال يعني المؤمنين يقارن يمولها ننتلسى هداة البشرية مرحبا يسون لا أسلم ونو من يسون نو من سوين يدبين ونكرنا أنا ماذا وكذا ما استعرفنا وكسر الرسالات والنبوات سندي هذو ربي يهدو ياخ. لذلك ربي سبحانه يناد وإليه تقلبون الرحمة للمؤمنين والمسلمين. ولكن يدعو إليه تقلبون مرة أخرى يؤكد على أننا سنعود إلى الله جميعا بلا استثناء وكلنا إلى ذلك المصير. مرة أخرى أذكر بالآية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أكن من الله أنه غلق كريف أصنى ربي سبحانه كل يونين الزرع ذي الدنيث أثي غلث ذي الأخر. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. ربنا لا يعجزه أحد ولا يعجزه شيء. أين غادي يضروا أما ذي جنوان أما ذي القاعة أما ذي رحم ربي ونسينان العف ذي تحبير ربي يدبر يكفى ووال العبد يتحبر ولكن ربي يتدبر. العبد بالتفكير والله بالتدبير. مادام ربي سبحانه دي قال اريد زمير تعجز ولا ذيوان اين يبغى ربي ذونا لا يضرون. وما تشاءون الا ان يشاء الله. المشيئه النغ تندخل مشيئه ربي سبحانه. عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. ذي ثيارة ذي نفغار بريضرون يرننسى لا تحده حدود ولا سدود طاقة قوة مطلقة فزمرتنا ربي سبحانه أريد زميرة لفنا دم تسيدي ميز أبدا. أما كان سنة يعني ذوال إدنا نزيك العلماء ميسقسن الإمام مالك مثلنا في كيف استوى ربك على العرش الرحمن على العرش استوى. زميرة لا يمكن نؤمن بهذه الآيات وأمثالها بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل أي غر خطر بينات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف استوى ربك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ أمشي استوى على الرحمن، الرحمن في العرش ينسامي. لا الكيف مجهول. إن يسأل الله استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته.
الكل محمول بلطف قدرته، مقرون بجلال قبضته، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، إلى آخر كلام من ذهب يترجم هذه المعاني العميقة. وإليه تقلبون بعد شدينا رب سبحانه، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أنوى يقول ما إليه جث ربي شو سدي قران ابن عطاء الله ند من وجد الله فماذا فقد، وين يفان ربي غير ثماس ولاش ذا شو سيروحا، وين نفار ربي غير ثماس شو ذا شو يف شو ساعة وتنفارك ساين دونيس. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولكن من تحققت له ولاية الله ما أسعده. لذلك ربنا قال في سورة البقرة الآية 256، الله ولي الذين آمنوا، ولي ويا سعد اللي كان ربي معاه وليه، كان وليه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العفو والعافية. الآية الأخيرة، والذين كفروا بآيات الله. يلا، الكفر ليس إبداعا، الكفر ليس بطولة ولا رجولة ولا فهما للأمور، الكفر ضياع وضلال، والكفار على خطر عظيم. وقال كفرا لأنه قال كفرا نحسب أنت ويحسب أنت الرقزة ويحسب أنت الفهامة وشين القرايه شين كان يغري غير المية أنت لو كان يغرد سيدت يغرد يسين ربي إلا قال القرايه تساوي بابيس أرثموسني ربي. ربي قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، القراية تساوي إدوارد سبنسر جولز وفلان إلى ذا اسمه آرثر أليسون، اختصاص دقيق في العلوم ما شاء الله، فيزياء نووية، ولكن يفغاد يبين بالقرآن كي ما كاش منه ماشي الصح، يغالي شهد لا إله إلا محمد رسول الله، اسمه آرثر أليسون بريطاني، وأمثاله كثير أمثاله كثير. غران غران الكون كل يوم ذي التخصص ينس يوضن رثيد سيدنا ربي أما كنت سلام صورة فصلت الآية 53، سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن العلم الصحيح يوصل صاحبه إلى معرفة الحق، والحق الأكبر هو الله جل جلاله. وين نذان يفا وينو ذان يوفا يتوالي يتخمم أذي وضر ثيث هذه السنة ربي سبحانه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي. أنا هذا كفرا يا نسقر ما كانش اللقاء القيامة ما كانش الآخر ربي يدي قروا إليه ورجم يقار ما كانش اللقاء لولو الدنيا برك، وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. يا الله ليه قلنا طبعا وقال لك يعرقصني وفريد يعرقصني وفريد مليح خطر نكرن ورمين صربي ونكرن البعث أثا أولئك يئسوا من رحمتي طبعا لأنهم هم كفروا بهذا الكتاب الذي يأخذ بالألباب ويأخذ ب بالناس إلى طريق الحق لا بريد ربي سبحانه إجرثيت يعني وهديناه النجدين من بعد إفكاد القرآن إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم سورة الإسراء الآية 9. أما لو قد يكفر كلش هي يائس من رحمته يائس
ذا شارجون ذا الرحمن ما دام رمينا راس الرحمن رمينا راس ربي اصلا. نسال الله حسن العاقبه. بعد شدنا واولئك لهم عذاب اليم لا يذوب الا هذا مصيرهم. وماذا ربي دينا عذاب اليم معنى عذاب اليم. او ربي سبحانه هو الذي قال وهو الذي وصف وصف العذاب بالالم بالاليم اليم. اذا لا يحتمل ماشي سهلا نكون تفضيل نوري زميرالا سمحتي بالك في سجني تقرح ثغمس في سما تقرحي صفر غيضص ونزميرالا يلمال ونزميرالا يسطر سطراقا مشطوس نزميرالا. وما ادراك لا عثاف مقارن يقتراج الكفار من داو لاقي النبي الرحمه دي قرانا ان الرحمه المهدات السوال لي وكيت خلقي مره. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين سوره الانبياء الايه 107 رب دقار الرسول قد رحمه للعالمين اغتسل وارتفعت القران السلكمكم بخير وعلى خير. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الدعوه مطلوب منا جميعا ان نبلغ. اذا كان الرسول يبلغ وما على الرسول البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يكون أيضا أمرنا بالدعوة إلى الله وبنشر هذا الوحي بقدر ما نستطيع. إلى قن السوض أدعو إلى سبيل ربك سورة النحل الآية 125 أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ميلا السوض أين من زمر الهداية كفوس ربي جاون ثلويث أرثم لليث سلام ربي فلون.